أشكال مختلفة، ألوان زاهية ونكهات حدث ولا حرج، رائحتها ليست مزعجة، متوافرة في كل مكان وسهلة الاستخدام. إنها سجائر الإلكترونية الآخذة بالانتشار بشكل كبير جداً، خاصة بين صفوف المراهقين والشباب. يسوقون لها بأنها أفضل على الصحة وأقل ضرراً من التدخين العادي. فما هي هذه السجائر؟ ما رأي الأطباء بها؟ وهل فعلاً تشكل خطراً على صحة الإنسان؟ تعمل السجائر الإلكترونية من خلال تبخير السائل الموجود داخلها وليس من خلال حرق التبغ كما في السجائر التقليدية، فبشكل عام قد تبدو مكوناتها وطريقة عملها أقل ضرراً على الشخص مقارنة بالتدخين العادي، الأمر الذي يزيد من شعبيتها وانتشارها كبديل أفضل. ولكن للأطباء رأي آخر، المواد المستخدمة في السجائر الإلكترونية لا تزال تحتوي على مواد مسرطنة وترفع من نسبة إصابة مستخدميها بالجلطات الدماغية. النيكوتين القاسم المشترك بين السجائر التقليدية والإلكترونية هو مادة مسببة للإدمان، خاصة للمراهقين الذين تكون أدمغتهم أكثر حساسية لهذه المادة. فعندما تنتقل من السجائر العادية إلى الإلكترونية، ببساطة تكون قد انتقلت من إدمان إلى إدمان آخر. لا بل، أشارت الأبحاث أن نسبة كبيرة ممن حاولوا التوقف عن التدخين التقليدي من خلال استخدام السجائر الإلكترونية عادوا لاحقاً لاستخدام الاثنين معاً. دراسة أخرى أشارت إلى أن المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية فقط هم أكثر عرضة بسبعة أضعاف لتبديلها لاحقاً بالسجائر العادية. أضرار هذه السجائر بدأت بالظهور لدى أطباء الأسنان الذين لاحظوا آثاراً جانبية للتدخين الإلكتروني، كرائحة الفم والتقرحات والألم في بعض المناطق وجفاف الفم الذي يؤدي إلى نقص اللعاب وتسوس الأسنان. الأطباء ما زالوا يتعاملون مع موضوع السجائر الإلكترونية بقلق وتحفظ شديد، ويؤكدون أن السنوات المقبلة لن تكون مطمئنة، وسنشهد ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن نتيجة للتدخين الإلكتروني، مؤكدين أن ما يجعل هذا النوع من التدخين يسوق له وكأنه أكثر أمان ما هو إلا نقص في عدد الدراسات الطويلة الأمد حوله. وتبقى نصيحتهم الأهم، إن أردت أن تعيش بصحة وعافية فالحل ليس بتغيير إدمان ضار بإدمان قد يكون أقل أو ربما أكثر ضرراً، الحل بترك التدخين بكل أنواعه. مع تمنياتي لكم جميعاً بالصحة والعافية.